من راح تبدي تتمشي على محاور الدخول لمدينة كربلاء راح تشوف المئات بل الآلاف من المواكب الجاية من كل محافظات العراق لخدمة هاي الزوار. ولكن السؤال، فقط محافظات العراق؟ خلي نروح ونتأكد بنفسنا، ولكن هالمرة بطريقة مختلفة. من دولة فلسطين، جمهورية إسلامية إيران، من دولة الكويت. السلام عليكم، أنا علي الإشيطر، واليوم راح نسحبكم بجولة على مجموعة من المواكب القادمة من خارج العراق واللي دا تخدم الزوار، فخليكم ويانا. لماذا اخترنا هذا المكان؟ لا يمكن أن نختار إلا هذا المكان. لطالما كانت كربلاء الحسين هي قبلة المجاهدين والأحرار بكل العالم، وقدر الإمام الحسين بعشرة أيام، لا بيوم واحد أو عدة ساعات من يوم عاشوراء، أن يرجع دين جده محمد صلى الله عليه وآله إلى الطريق الصحيح، وصارت كلمات أبو الأحرار منهاج يسير عليه كل الأفراد الذين يسيرون لأجل حياة كريمة وبدون مذلة. مثل ما قال عليه السلام، فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. كربلاء والقدس مكانان لهما قلب واحد وهدف واحد وقضية واحدة، هي انتصار الدم على السيف إن شاء الله. هذا في البداية، الحسين عليه السلام في خروجه على الظلم وانتصاره للحق يمثل قضية إنسانية، قضية الحرية والتحرر في العالم. لا يخفى على أحد أن عظمة هذه الأيام وبركة هذه الأيام وبركة هذه الأرض في هذه المناسبة هي علم من أعلام السنة وعلم من أعلام التاريخ. التواصل مع بقية المسلمين وبقية إخواننا من زوار العتبة الشريفة، نقدم لا نقول خدمات وإنما نقدم واجباتنا تجاههم وتجاه القضية وتجاه التاريخ، فما نقوم به هو بالإجمال واجبات وليس خدمات. نقدم يعني كما ترون الخدمات الإعلامية، نقدم الخدمات العينية المتواضعة بتقديم يعني الطعام والشراب للزوار، نقدم الكلمة الطيبة لتكون القلوب أقرب وأقرب، نقدم يعني إعلاميا وإنسانيا وخدماتيا، ونسأل الله أن ييسر لنا أن نقدم أكثر من ذلك. وهسه بعد ما أخذنا استراحة قصيرة راح نروح وننتقل إلى مكان آخر، فابقوا وياي. إحنا الآن بموكب صاحب الزمان التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولاحظ هنا تنوع الخدمات، خياطة الحقائب والملابس، خلفي هناك إصلاح عربات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إصلاح النظارات الطبية والشمسية، لكن أبرز خدمة فاجأتني هي صيانة كاملة لجميع أجهزة الموبايل مجاناً لجميع الزائرين. هذا الموكب على مدار 8 سنوات يقوم بتقديم الخدمة إلى الزائرين الكرام في طريق المشي. في مجالات خياطة الأحذية والحقائب الجلدية وإصلاحها وصيانة النظارات والهواتف وعربات المعاقين والأطفال، وهذا محط فخر وشرف واعتزاز. هو تعبير عن روح التعاون بين المواكب الأجنبية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المواكب العراقية بعنوان الأخوة والمحبة لتقديم أفضل الخدمات إلى الزائرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاء عمود هذا موكب صاحب الزمان على طريق النجف عند العمود رقم 828 نقوم بتقديم خدمات خاصة وهي صيانة النظارات وتصليحها من تبديل الإطار والعدسة والتنظيف وغيرها، وقد مضت 3 سنوات على خدمتنا في هذا الموكب وهذه الخدمة. وهسه وصلنا إلى محطتنا الأخيرة وهو موكب خيمة عبد الله الرضيع القادم من دولة الكويت. تميز هذا الموكب بخدماته اللي تكون على مدار الساعة من مأكل ومشرب ومبيت، بالإضافة إلى توفير كافة الأطعمة من المعجنات والمثلجات وكافة الحلويات. الآن راح ندخل إلى هذا الموكب ونستعرض لكم جزء من الخدمات اللي يقدموها. احنا خدماتنا على 24 ساعة من بداية وجود الزوار على طريق النجف إلى انتهاء آخر زائر موجود. أكثر من قسم عندنا، عندنا القسم المطبخ، المطبخ هو يقوم بتجهيز الطعام، عندنا قاعات خاصة لتخمير الطعام، عندنا قاعات خاصة لتجهيز الشاورما والدجاج، عندنا قاعات خاصة للمعجنات القسم اللبناني، إضافة إذا عندنا قاعات خاصة لتجهيز الماء الآرو صالح للشرب، إضافة إلى قاعات المولدات والصيانة ومعامل الثلج الموجودة عندنا متوفرة داخل الموكب، ويتقسم إلى أكثر من أقسام، إضافة إلى أكثر من كادر عندنا، عندنا كوادر عراقية، كوادر كويتية، كوادر سعودية، إضافة إلى كوادر لبنانية والكوادر الإيرانية. إحنا الحمد لله وصلنا أول صفر وتم الترتيب و هينا الموكب وجهزنا حق الزائرين، الحمد لله جهزنا بكل شيء بصورة صحيحة، وعندنا من دي اي القاص والشاورما والكافي شوب والحلويات، والحمد لله ما نقصنا ولا شيء، والمبيت الحمد لله مثل ما انتم عارفين وشايفين المبيت كل شيء جاهز، وبفضل الله وبفضل البيت الحمد لله مشت الأمور بصورة صحيح الحمد لله رب العالمين. عندنا طبعا دجاج شواية، عندنا تقريبا 3000 حبة باليوم، والخبز اللبناني طبعا عندنا طن باليوم الحمد لله. ولهنا تكون خلصت جولتنا لهذا اليوم، نسأل الله العودة والقبول لجميع الزوار. تقبلوا تحياتي آني علي الإشيقر وكادر العمل، انتظرونا بأعمال أخرى، أودعناكم.